أكثر من 60 ببغاء تزهو بألوانها المشرقة في مزرعة مربيها الفلسطيني نشأة لطميزي قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية. أنا بلشت فيها كهواية لحتى الآن كهواية، وهدفي الأساسي هي هوايته بعشقهم. بس هلا أنا أغلب الطير عندي كإنتاج فترة الموسم ببيع أغلب الفراخ. نشاط تربية هذه الطيور استقبله كورونا بضربة موجعة. بعد أن كان يبيع قرابة 15 ببغاء بات الآن يبيع طائرين فقط شهريا. ما فيش حدا تأثرش من وضع كورونا بشكل عام. إحنا أكبر مشكلة عندنا صارت الناس كوضع مادي يعني شحيح جدا. صعوبات أخرى تواجه لطميزي بظل انعدام أخصائيين بيطريين لهذه الطيور عدا عن غلاء أسعار طعامها. غذاؤه جدا عالي جدا جدا، يعني يمكن شفته قبل شوي، يعني بشتريهم الموز، بشتريهم التفاح بالبوكس، بشتريهم الجوز اللوز يعني باروا على محلات بنت كرسامة، بشتري لهم بالمكسرات بالألفات. ويبقى الدخول لجنة هذه الطيور المقلدة والتأمل في جمالها وكلامها ينسيك ولو لوهلة أنك على أرض لوثها فيروس مثل كورونا.